هنروح دلوقتي القناطر الخيرية. دلوقتي معانا زميلنا نور إبراهيم، هينقل لنا صورة حية من القناطر الخيرية دلوقتي حالا. هو موجود هناك وفرحة هناك، الناس هناك عاملة ازاي. أهلا بيك يا نور، قول لنا بقى على الأجواء هناك، الخضرة، النيل، الناس عاملة ايه في القناطر يا نور؟ مساء الخير على حضراتكم جميعا، مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي سي بي سي. مساء الفل عليك. الدنيا ربيع والجو بديع زي ما بيقولوا. النهارده من القناطر الخيريه بنتابع اجواء عيد شم النسيم واجواء اعياد الربيع. من الابواب هنا، ابواب الحدائق فتحت ابوابها في تمام الساعه 6 صباحا، والمقرر ان تغلق لها أو المقرر أن تغلق أبوابها أمام الزائرين في تمام الساعة 11 مساء. السعادة والبهجة هنا على وجوه الزائرين اللي كانوا حريصين إن هم يكونوا متواجدين من الساعات الأولى من صباح اليوم علشان يقدروا يقضوا يعني كل دقيقة تقريبا في اليوم في استمتاع وفي ألفة مع بعضهم هنا في الحدائق العامة بالقناطر الخيرية. كمان خليني أقول لحضرتك إن في دور كبير من القوات الأمنية المتمثلة في وزارة الداخلية اللي مأمنة الأبواب الدخول والخروج أمام الزوار وتأمين الحديقة بشكل كامل لأمن وسلامة الزائرين والمواطنين. كمان وزارة الصحة كان ليها دور كبير في الدفع بعشر سيارات، منهم 8 سيارات متمثلة في عيادات، عيادات مختلفة، عيادة بطنة، عيادة صدر، عيادة نساء وتوليد، ومن المختلف التخصصات. كمان في عربية أو سيارة مجهزة لمعمل تحاليل، كمان في سيارة مجهزة كصيدلية ليتم صرف كافة الأدوية على حسب روشتة الطبيب اللي هيكتبها للزائر أو المريض الله لا يقدر هنا. كمان في قوافل على هيئة أفراد بتمر ما بين الزائرين هنا في الحديقة لكي يتم توعية، يعني كي يقدموا توعية تثقيفية للمبادرات الرئاسية الخاصة بوزارة الصحة، بيعرفوهم اللي ما اشتركش في أي مبادرة من الممكن إن هو يشترك، وفي نفس الحال بيشترك من خلال بطاقته بيتم التعامل معاه وبيقدر يتم الكشف عليه، وبيقدر لو في اي مرض ظهر عليه او اي مرض تعرف عليه الدكتور بيتم صرف الدواء فورا بالمجان من خلال السياره المخصصه بالصيدليه. يعني اجواء احتفاليه كبيره هنا او هنا في الحدائق المختلفه في منطقه القناطر الخيريه. وزي ما حضرتك كنت بتقولي ان الجو اسري، في ألفة، الكل نسي تقريبا الموبايل الانترنت، كله مجتمع على مائده واحده او على قماشه واحده، بيقعدوا ياكلوا بيقعدوا يلعبوا. الاطفال تقريبا امامهم كل الالعاب، يعني بيلعب بالكوره وبيلعب بالسكيت وبيلعب بالسكوتر، وبرده الاب والام بيشاركوهم في العاب زي العاب الراكت زي العاب مختلفه ايضا. يعني سعاده كبيره هنا في يعني الحدائق العامه بالقناطر الخيريه. عوده لحضراتكم من جديد في الاستوديو. طيب يعني شايف اكتر حاجه احمد ان اكتر حاجه الاقبال عليها ايه؟ يعني انت بتقول دلوقتي ان في القوافل الطبيه وفي توعيه وفي، شايف الناس مقبله على ده قوي بتحاول تفهم، ولا شايف الاجواء اكتر يعني الناس مقبله على ايه؟ لا، هو القوافل الطبيه بتقوم بدورها ان هي زي ما حضرتك قلت لحضرتك من شويه ان هم فعليا بيمروا بين الاسر وبيسالوهم انت فعلا اشتركت في المبادرات الرئاسيه الخاصه بوزاره الصحه، فاللي بيقول له لا، اللي بيقول له اه، اللي بيقول له لا بيروح بيشوف بطاقته وبيتوجه معاه للمكتب خاص جنب السيارات او جنب القافله، بيتم من خلال ايباد او تابلت بيتم تسجيل البيانات
و طب يا نور، طبعا احنا عارفين يا نور ان ده بيتم في اطار حمله 100 مليون صحه، والحمله دي موجوده بقالها فتره طويله جدا. زمان زي ما قلنا انه كانت الناس هي اللي بتجري ورا الخدمه، النهارده الخدمه بتجري ورا الناس، بتلحقهم في اماكن التجمعات مش بس في الاعياد وفي المناسبات. يعني انا اعلم انه في المكان اللي انا عايشه فيه في منطقه فيها كثافه سكانيه يعني عاليه، في عربيه متمركزه كامله بطاقم طبي موجود طول الوقت للي عاوز ايا مكان هو مين، ما حدش هيسالك انت مين ولا بتشتغل ايه ولا انت محتاج خدمه، تعالى خد خدمتك وببلاش، كل شيء بشكل مجاني. وطبعا يا نور احنا بنتكلم في احتفال النهارده بتاع شم النسيم اللي هو احتفال كده بالمصري، جه بعد شقه او جه على شقه. احنا بقالنا كام سنه يعني، قبل كده كان في رمضان وقبلها كورونا سنه واتنين، فالنهارده الناس عندها اقبال شديد على الاحتفال. انت بعد ما تخلص دلوقتي رسالتك لينا هتعمل ايه؟ هتحتفل ازاي يا نور؟ مش سامع. يعني زي ما بقول لحضرتك ان في بعض المواطنين حريصين ان هم يتوجهوا للقوافل الطبيه، لان اكتر من تخصص متواجد اللي بيشعر بألم في بطن، حتى الجلديه، حتى الرمد، حتى اي تخصص بيحاول هو اللي بيروح من نفسه، لان طبعا المكان هنا متوفر ان هو السيارات متواجده بجانب الاسر وهم قاعدين بيستمتعوا باوقاتهم، فما بيعطلش نفسه، هم بمسافه 5 دقائق بالظبط بيروح بيقوم بكل التشخيص اللي هو شايفه. شكرا وكمان جزيلا بياخد الدواء بالمكان معاه وبيجي. اشكرك يا نور، يعني انت وفيت وكفيت وشكرا ليك.